دايما احلى حافظ عالترتيب بيكون شكلك احلى لما تكون نضيف حياتك دايما احلى حافظ عالترتيب بيكون شكلك احلى وفي بيتك وفي مدرستك وفي كل مكان دايما رتب حالك بتكون اجمل انسان وفي بيتك وفي مدرستك وفي كل وتعلمنا في ديننا النظافة من الإيمان دايما رتب داخلك وما تلعب بالتراب ماما راح تجيب لك هدايا وألعاب وفي بيتك وفي مدرستك